سمر، في رايك مين افضل لاعبين ممكن تقولي عليهم الموسم ده؟ يعني تختاري عدد وقولي لي هم دول الافضل. الشناوي طبعا ده. لو هتقولي كام واحد؟ خمسه. حلو، عشان لسه هروح لشهاب. الشناوي طبعا رقم واحد، محمد الشناوي. يعني دايما لما بيكون عندك حارس مرمى مش قوي فانت الاقرب للخصوم. معاه صور بقى وارقام نعرض على طول يا شباب. فالشناوي اثبت النظريه دي، انت طول ما انت معاك حارس قوي انت هتكسب، انت نص الفريق، قوتك نص الفريق. 34 كلين شيت السنه دي، شخصية قوية بتفرض البطء وبتسمع صوتها طول الوقت، بيتكلم بيوجه زمايله، التزام، ثبات في المستوى، حتى الغلطات البسيطة اللي بيغلطها بيرجع بسرعة. فأنا بالنسبة لي رقم واحد في محمد الشناوي. محمد الشناوي عايز أربط حاجة بس بينك وبين اللي جهاد قالته، محمد الشناوي ده ممكن يعمل ماتشات عظيمة جدا ويجي يغلط غلطة تلاقي الجماهير تقول أو بعض الجماهير عايزين حارس جديد، محمد الشناوي كبر، محمد الشناوي مبقاش مركز، محمد الشناوي عايز يحترف. ورغم كده هو لا يتأثر اطلاقا اطلاقا باي ضغوطات، سواء بقى على السوشيال ميديا او حتى في ارض الملعب. صح، يعني هو من اللعيبه اللي مستواها ثابت، مش بيتأثر كمان بالكلام. ما اعتقدش انه من اللعيبه اللي بتتابع قوي السوشيال ميديا او ردود الافعال، بس الشناوي فعلا مستواه ثابت، من اللعيبه اللي صوتها مسموع جدا بالنسبه لزمايله في الملعب يعني، فبيوجه، فهو قائد يعني. ادي واحد. ادي واحد ماشي. تاني مابولولو هداف الدوري الموسم اللي فات. هداف الاتحاد، هداف الدوري. يعني انا مش عارفه مين العين اللي اختارت مابولولو، بس يعني اختيار كان موفق يعني. مابولولو كمان عنده ميزه ان هو عنده ثبات كبير في المستوى، يعني ما تلاقوش هبط في اي لحظه، وبعدين عنده قدرات بدنيه وقدرات فنيه وبيلعب برجله اليمين والشمال وبراسه كل شيء. بالظبط. لا وهو لعيب كمان مميز، ومن من يعني خلاص شال شويه فكره انه لازم هداف الدوري يبقى اهلي زمالك بيراميدز. لا هو غير الفكره دي، وبصراحه السنه اللي فاتت قدم موسم حلو قوي. اقول لك حاجه مفاجاه، مابولولو لما جه مصر كان معروض على الاهلي والزمالك تحديدا الاثنين، يعني الزمالك اكتر والزمالك اترفض من الزمالك واتعرض عليه. انت عارف هو اترفض ليه من الزمالك واترفض حتى من الاهلي من حيث المبدا؟ لا عشان هو اتفضلوا على اللعيبه عشان سنه كبير، وكان جاي 29 سنه. عشان كان جاي 29 سنه تقريبا، فقال لك سنه كبير بعد كده بقى يجيب 35. ونجاح مابولولو كمان مرتبط بالاستمراريه، ان هو ينهي الموسم اللي فات كهداف للدوري ويخش الموسم الجديد بنفس الشغف بنفس القوه الهجوميه بتاعته، فدي بصراحه نجاح ليه ونجاح لنادي الاتحاد. صح صح، دايما بشوف معدل تسجيله للاهداف كمان بيزيد مع الماتشات. مين تاني كده؟ الشناوي ومابولولو. زيزو هي هديه القدر لنادي الزمالك. هديه القدر لنادي، حلوه دي هديه القدر لنادي الزمالك، عشان اجي لك في زيزو اخليك فاكر هديه القدر. زيزو لعب مع الزمالك من وقت ما انضم، يعني من 5 سنين 210 مباراه، ساهم حوالي في 172 جول للزمالك. حلو. يعني هو مسجل 70 هدف وعامل يعني عشرات الاسيستات، عامل هدف يعني حقق اهداف كتيره جدا للزمالك. رقم واحد في تسديد ضربات الجزاء، غير بقى ضربات الجزاء. يعني انا بالنسبه لي الاختيار الاول لضربات الجزاء لو انا عندي زيزو في الملعب اول لاعب هختاره. مهما ضيع ماتش او اتنين، لا هو الاختيار الاول بالنسبه لي. لو عندك في المنتخب زيزو صلاح تختاري مين يشوف؟ زيزو بقى. هختار زيزو. زيزو بحسه اقوى وبحس ثابت اكتر، بحسه لعيب ملتزم مش بيتكلم كتير، مركز في الكوره. هايل. فانا زيزو بالنسبه لي مثال هايل للعيب الكوره اللي ثابت على موقف. رقم اربعه. عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد اللي احنا شايفينه بقالنا سنتين، ده نتيجه لسنين. يعني عمر كمال عبد الواحد من اللعيبه اللي كان بيتقال لها زمان انت جسمك ما يسمحش انك تكون لاعب كوره. عمر كمال بقاله سنتين يستحق الخناقه اللي معموله عليه من الاهلي ومن الزمالك ومن بيراميدز. يعني هو لاعب مجتهد جدا، السنه دي جايب هدفين وعامل 4 اسيست وكلهم اهداف صاروخيه من بره ال 18. لو سالتك النادي الانسب لعمر كمال عبد الواحد في مركزه انه ياخد معاه ويلعب معاه، تختاري مين؟ هو سؤال صعب. بس بتهيألي هو هيلعب في الزمالك لكن ممكن يقعد دكه في الاهلي. يعني بس هو البطولات يعني شايف انه احسن له الزمالك عشان يلعب، عشان يشارك. يعني هو عشان يشارك في المركز اللي هو بيتالق فيه هو محتاج يروح الزمالك. حلو، ده رقم اربعه. رقم خمسه. رقم علي معلول. علي معلول. طبعا. علي معلول المحترف النموذجي، يعني المحترف المثالي. حبيلي شويه في علي معلول. المحترف المثالي يعني البنش مارك لاي محترف عايز يكمل في الدوري المصري. علي معلول من 2016 18 بطوله مع الاهلي، يعني رقم ما اظنش ان حد حققه قبل كده. يعني ما شفتش لاعب محترف قبل كده الجمهور بيطالب انه يبقى كابتن الفريق. يعني الجمهور كان بيستنى يشوف التشكيل عشان يتاكد انه هاني بره عشان علي معلول هينفع يبقى الكابتن ولا لا. دي حلوه دي، ما شفناهاش غير مع علي معلول. رغم ان الاهلي عدى عليه مين بقى؟ عدى عليه فلافيو، جيلبرتو، وعدى عليه فيليكس، وعدى عليه اسماء كبيره عظيمه. خدوا فتره على ما يقدموا اوراق اعتماد لجمهور الاهلي. لا وقدموا حاجات عظيمه، بس علي معلول عنده كمان صفات شخصيه تخليه قائد. يعني
كل الغلطات اللي بيغلطها. يعني انا كنت بتكلم عنه قبل كده فبقول ان علي معلول في ماتش واحد يخليك تشتمه وتسقف له وتزعق وتنفعل وتتبسط بادائه، يعني زي بالظبط اخر ماتش في كاس العالم للانديه. حلو. فانا بالنسبه لي